المقابله كانت شوطين، الشوط الاول الخصم اخذ المبادره وسجل الهدف، وين رجعنا احنا في الشوط الثاني. الشوط الثاني كان 100% علينا، الله غالب اون كري دي زوكازيون وراطيناهم. ما خفاش عليك السمانه دي رجعنا للتدريب، درنا حصه واحده فقط بعد التوقف تاع 3 سمانات، هذا اثر علينا في المردود تاع الفريق. ما كانش الوجه الحقيقي تاع الفريق، رغم ان الفريق تاع المجيه ادى شوط اول مليح جيد، في الشوط الثاني انهار بدنيا وسهلنا المهمه. اون كري لي زوكازيون بصح اون بوكو راتي، ما جسدناش الفرص اللي اتيحت لنا. وعلى العموم كمستوى مقبول للوضعيه اللي يعيشها الفريق، تنقلنا بلاعبين ناقصين، لاشان كما يقول لك لاشان اوفونسيف كاع ما جاتش، جينا بلا بها، لعبنا لافون سونتر ما جاناش، لي دو زيكسونتري ما جاوش. وعلى العموم كانت مقابله قويه، دخلنا شباب، كاين شباب اسبوار لعبناهم السنه لاول مقابله ورضينا على المردود تاعهم كما اللاعب ناصري، ولعبنا شباب كما بسهيله، لعبنا لاعبين شباب تعويضا للنقص اللي كان في الفريق من الغيابات اللي كانت في الفريق، وذلك لظروف بكلي عيسى. الحمد لله اللي حققنا الاهم هو فوز المباراه، ما قري كانت صعيبه وحنا اللي صعبنا على روحنا، ما قري رطينا بوكو دي كوزيون فاس بوكو كاع، وان شاء الله نخدموا عليها المباراه الجايه نزيدوا حق. الاهم هو النجاح 3 بوان في الكلاسمون. ميرسي بوكو، وما ننسوش بلي نشكروا هذا الجمهور وهذا اللي كانوا واقفين معنا فوق المباني وكاع، والحمد لله الاهم هو اللي حققنا الفوز، ونعاود ان شاء الله سكه نجاحها. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. الحاجه الاولى، اليوم مباراه تاع اليوم كنا نقارعوا بلي غتكون صعيبه كيما هكا بعد غياب تاعنا لمده 20 يوم. الحمد لله يا ربي، كما يقول لك احنا في اخر دقائق ترينينا يا ربي وحد 4 جول ولا، الحمد لله يا ربي اليوم كنا باغيين نربحوا، وثاني نهدوا هذا الفوز للانصار تاعنا اللي وقفوا معنا بزاف، والحمد لله يا ربي. بعد المشاكل اللي كانوا صارين لنا مع ليكيب ما كناش اونترينو كاع، الحمد لله وين دخلنا هاد لا سيمين بريبارينا الماتش تاع ويتسلي، كنا عارفين ما غاديش يكون بلي ساهل باسكو ميم سيتياسيون حنا وياهم، حنا درنا تو بور لو تو، شتو راطينا بوكو دوكازيون اليوم في الماتش، كان خاننا الحظ وما نكملوا المباراه بنتيجه ثقيله. الحمد لله هذه لي 3 بوان هذه تخلينا نكملوا المشوار بكل جديه ان شاء الله.